لمزيد أيضا من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ زكي القاضي الكاتب الصحفي. أستاذ زكي، بعد التحية، يعني الكثير الآن يتحدث عن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من قبله رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وتأكيد وفي التصريحات على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، في يعني بالأخص في مواجهة كمان قضية المناخ. قراءتك لهذه الزيارة وقراءتك لهذه التصريحات؟ مساء الخير على حضرتك طبعا وعلى كل اللي بيتابعونا. زيارة الرئيس الأمريكي لشرم الشيخ وحضوره قمة المناخ هو يعتبر يعني حدث كبير للغاية، تعقد عليه كثير من الأمال، وأهمها طبعا قضية المناخ وهي جوهر الموضوع وجوهر اللقاء. النهارده هو زيارته يعتبر زيارة أممية لحدث ضخم تنظمه الأمم المتحدة على أرض مصر ومدينة شرم الشيخ، وهو ضمن عديد من الرؤساء اللي حضروا على مدار الأيام الماضية، واللي منتظر إنه يلقي كلمته خلال يعني الساعات القليلة المقبلة. الرئيس الأمريكي يحضر وفي جعبته الكثير، لأن الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر القائمين على فكرة مواجهة تغير المناخ، وبالفعل هي رصدت أرقام سابقة. والرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه لديه اهتمام شخصي بفكرة التغير المناخي، وسن العديد من القوانين في الداخل الأمريكي اللي تسمح به استخدام الطاقات النظيفة اللي هي ممكن، أو اللي اسمه قانون التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، واللي من شأنه أنه يعتمد على الطاقة النظيفة بأرقام تصل إلى مليارات الدولارات في الداخل الأمريكي، وبالتالي يعمل مع الدول النامية على إمدادها بالمساعدات والمنح اللي هي ممكن توفر استثمارات اللي احنا بنسميها الاستثمار الاكبر. الرئيس الامريكي حسب التصريحات اللي وارده من البيت الابيض على لسان عدد من المسؤولين، قالوا ان هو جزء من كلمته هتكون يعني تتحدث في المقام الاول حول المبادرات الجديده اللي ممكن يعقدها مع مصر في باعتبارها الدوله المضيفه، ومع عدد من الدول الافريقيه، ويفي بتعهداته. احنا عارفين الدول الكبرى لديها تعهدات ان هم يصرفوا ما يقرب من 100 مليار دولار في مواجهه التغيرات المناخيه، وهذه الارقام كانت حتى ربما قبل الحرب الروسيه الاوكرانيه وتطوراتها، وبالتالي هذه الارقام اصبحت حتى ارقام زهيده حتى لو تم الوفاء بها. لكن اظن ان احنا لو التزمنا حتى بفكره التعهدات المبدئيه بفكره الاستثمارات مع الدول الافريقيه والدول الناميه، بحيث ان احنا ان الدول الكبرى تدخل باستثمارات تواجه التغير المناخي، هو ده في المقام الاول مهم للغايه. طب لو رجعنا للقاء الذي تم بين السيد بايدن والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالامس السيده بيلوسي رئيس مجلس النواب الامريكي، اظن هي بتعبر عن مستوى العلاقات اللي ما بين مصر وما بين الولايات المتحده الامريكيه. كلمه علاقات استراتيجيه ليست كلمه سهله، ولكنها تنطق في البيانات الرسميه من الجانبين وتذكر في البيانات الرسميه من الجانبين، وبالتالي تعبر عن الواقع الحقيقي ما بين مصر وما بين الولايات المتحده الامريكيه بانها علاقات لا تتاثر باي يعني شواغل ولا باي قضايا فرعيه، لكنها تعتمد في المستوى وفي النسق الاول على علاقات ممتده وعلاقات متعدده. حتى في عمليات التنسيق لدينا علاقات عسكريه وعلاقات اقتصاديه وتجاريه وخلافه، وبالتالي هذه الكلمه هي معبره للغايه عن الواقع ما بين مصر وبين الولايات المتحده الامريكيه. حسب التقارير والتصريحات اللي انا شفتها من يعني على مدار الساعه دي في لقاء السيد الرئيس المصري او الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الامريكي جو بايدن، ذكر على لسان بايدن ان مصر ام العالم ولديها دور محوري، او هو ذكر نصا مصر ام العالم او مصر ام الدنيا ولديها دور محوري في قضايا العالم. وبالتالي الرئيس السيسي لما صرح حتى في قمه المناخ، لان مصر يعني تريد ان ترغب في وضع حل للصراع الروسي الاوكراني ويتوقف الحرب، وكان يعني تصفيق الحرب من جميع الحضور والقاعه، اظن هذا ايضا من جزء من يعني التواصل والتنسيق ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه، ولقى قبول يعني كبير استاذ زكي. بالضبط، ولقى يعني تصفيق حار من القاعه وقبول في حتى في وسائل الاعلام العالميه. صحيح، يتجاوب مع هذه الدعوه، واظن هذه الدعوه يعني وصلت بطبيعه الحال في التقارير المرفوعه للرئيس الامريكي قبل زيارته الى مصر بهذا الموقف المصري، وهو موقف معلن على مدار الشهور اللي ماضت. فبالتالي احنا لدينا رؤى مشتركه في كيفيه يعني ايجاد حلول منطقيه للصراع الروسي الاوكراني، وهنا كما قال سياده الرئيس ان احنا لا نبحث عن دور، ولكننا نبحث عن حل لقضيه تشغل العالم واثرت على اقتصاديات العالم وبطبيعه الحال منهم بقى. نعم، يعني بالاخص على هذه عن حديثك عن هذه القضيه، يعني في التصريحات استاذ زكي عندما نقرا
هذه التصريحات، نرى بأن هناك تأكيد على أهمية دور مصر في المنطقة، ويعني أهمية دائما الشراكة مع مصر، خاصة وأن مصر لها الدور الريادي والقيادي في المنطقة وأيضا في القارة الإفريقية. كيف ترى أهمية العلاقة المصرية الأمريكية في إطار بأن مصر لها دور كبير ومهم في المنطقة؟ حسب ما يعني سؤال حضرتك يعني يجيب عنه إشارة بسيطة وواضحة وردت في اللقاء الذي تم بين الرئيس السيسي والرئيس الامريكي حوالين قضيه غزه تحديدا، وان مصر لديها دور محوري في حل قضيه غزه، واحنا يعني ده بشكل معلن احنا استطعنا الحمد لله وهي قضيتنا الرئيسيه ان احنا نكون اطراف رئيسيه في عمليه الحل طول الوقت حتى اخر الازمه الاخيره، وتدخل مصر والتزام الجانبين بالهدنه اللي وضعتها مصر، وكان ساعتها تحقيق ترحيب من الجانب الامريكي بهذه الهدنه. احنا برضو مصر بموقعها الجغرافي بزخمها في الحضارة بزخمها في القرار السياسي والاقتصادي وكمان قوة القرار في المنطقة، هو هذا هو ما دايما ما يشير اليه الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث ان هم دايما بيبحثوا عن تعاون مع اطراف قوية. وبطبيعة الحال مصر هي في قلب الوطن العربي ومنطقة الشرق الاوسط وفي افريقيا، وتمثل ثلاث دوائر متداخلة ولديها قوة وزخم كبير في يعني تحديد المسارات التي يمكن عليها السير عليها في كثير من القضايا الكبيرة اللي تشغل العالم. وبالتالي هذه العلاقة وعملية التنسيق ما بين الجانبين دايما بتتم على كافة المستويات، ان احنا ازاي نضع حلول لقضايا قد تشغل العالم، قضايا طارئة. وانا بقول لحضرتك ان احنا مستوى مصر حتى لن نتحدث عن القضية الروسية الاوكرانية او صراع روسي الاوكراني، بحيث ان احنا لينا رؤية واضحة وبنحاول ان احنا ندعمها في وقف الحرب وهي المؤثرة على العالم. ايضا في قضايا تخص الاقتصاد احنا لدينا توجه رئيسي في قضيه المناخ، لدينا توجه رئيسي وجوهر للقضيه في عمليه التنفيذ، في مثلا على سبيل المثال الاهتمام بالهيدروجين الاخضر، الاهتمام بفكره محطات الطاقه الشمسيه وغيرها. واظن سيحدث تعاون ما بين في كلمه الرئيس الامريكي او اللقاء الذي يتم حاليا مع السيد الرئيس، ان سيتم الاعلان عن مبادره او تعاون استثمارات ما بين مصر والولايات المتحده الامريكيه لانتاج يعني طاقة نظيفة جديدة بعدد يعني او برقم مميز يكون في صالح الشعب المصري ويكون في صالح الاقتصاد تغير المناخ. وبالتالي هو ده هذا هو جوهر الحديث، ان عملية التنسيق ما بين الجانبين تتم ليست في واقع النظريات وليس في الامر انه يكون فيه مجرد بروتوكولات، لكن في على الارض في واقع بالفعل عن عملية تعاون كبيرة. واحنا يعني احنا شفنا امبارح حتى لقاء رئيس مجلس النواب الامريكي السيد بلوسي والحديث عن فكره التشاور والتفاهم والاستماع. وحضرتك لازم نركز حتى في نص بيان رئاسه الجمهوريه الذي تحدث حوالين ان الجانب الامريكي استمع الى رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كثير من القضايا، ودي عباره مهمه للغايه. فبالتالي رؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مقدره بناء على خبره وبناء على تجربه الحمد لله نجح فيها بشكل كبير وملحوظ وغير نوعي خلال السبع ثمان سنين اللي فاتوا في عمليه الاصلاح المالي والاقتصادي، وكذلك في مواجهه الارهاب وغيرها، وكمان في قضيه الوعي والقضايا اللي هي تهتم ببناء الانسان. وحتى النهارده في لقاء الرئيس الامريكي الرئيس السيسي تعرض لفكره ان مصر اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان، واطلقت الحوار الوطني، واطلقت لجنه العفو الرئاسي، وكل منهم يقوم بدور عظيم في هذا المسار الذي ربما تهتم به دول الغرب باعتباره انه اولويه اولى لديهم، لكن مصر اطلقت تلك يعني الموضوعات الكبيره الثلاثه اللي هي الحوار الوطني ولجنه العفو الرئاسي والاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان ضمن مسارات اخرى هي بتشتغل عليها برضه، وبالتالي لديها اهتمام بكافه المسارات. هذه المسارات تحركنا فيها قبل يعني ان يكون هناك رئيس امريكي، احنا اطلقنا يعني الرئيس الامريكي الجديد يعني حسب يعني عشان تبقى الاشاره واضحه، احنا نتحدث على هذه المسارات منذ 2014 اشتغلنا عليها ودعمناها بشكل كامل، لان احنا نؤمن بان حقوق الانسان متكامله، حقوق الانسان تختص بالاميه والاسكان والصحه والتعليم وكذلك الحق السياسي وغيره من الحقوق. وبالتالي احنا عملنا على كافه المسارات، والنهارده كان التعرض لهذا الامر في اللقاء مع الرئيس الامريكي، ان مصر اطلقت الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان ولديها كثير من البنود اللي هي بتعمل عليها خلال هذه الفتره لتطبيقها بشكل اسرع. الكاتب الصحفي زكي القاضي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.